تنا مدام متشعبه لان فيه قطاع الاقتصادي قطاع الخواص فيه قطاع الاقتصادي تاع الدوله فيه الجماعات المحليه شغال في الجماعات المحليه فيه المواطنين تاع الدوله بصفه عامه معلمين ولا هذه متشعبه قلنا اخرها ديسمبر كي ما خدينا ك بحد بدايه الزيادات سي مارس هذا الشهر الجاي قبل رمضان تدي الناس كاع زيادة تاعها اللي زدنا له في المرتبات وزياده في التقاعد في منح التقاعد الى اخره دونك يفون توشي سا قبل لو 23 مارس ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله وهذه راه راه استثناء ما عندوش مثيل كاش مثيل لان احنا التزمت باللي أن نوصل ان شاء الله سنة 2024 نكون رفعت الاجور ب 47% المئة 47% دوكا با بريس دوبلي لي سالير دي سي 2024 لان عارف باللي القدره الشرائيه تاثر في الانتاج وتاثر في النمط المعيشي نتاع المواطن والى اخره الى اخره انا نشوف دول اوروبيه نتبعوا كاع النشرات كل الناس تشكي قدره الانتاج ما كانش قدره الشراء ما كانش سمعنا ساكنين يعني مواطنين تاع معروفه بالرفاه ومعروفه بكذا يقول لك ناكل ان روبا في التلفزيون ويقولها في التلفزيون العمومي اذا فوبا تبلي رويا ريسك احنا رفعنا الاجور غير كافيه متفق معاك لو كافيه ما نرفعهاش ولكن ان شاء الله لما نوصل الى 47% تعرف اجور نهائي كل هذا الرفع التدريج اللي نديروا فيه فيها اغلب العائلات عندها الزوج يشتغل والزوجه تشتغل ولا عايشين في عائله كبيره كان ثلاثه ولا اربعه اللي يشتغلوا ويشاركوا في الميزانيه تاع العائله هي تقاليدنا هذه خلاص تش... جاوبتك صحيح لا آه قول قول جو سويت كو لي تيلي سبيكتاتور يكونوا فرحوا افيك سي زانونس انا ماهم عارفين جو جو في مسيو البريزيدون لا لا جو نوفي كان رولي جو داكور معاك انا باش نشوف لو كان الجواب كافي ولا ماهوش كافي بالنسبه لرفع الاجور هذه خلاص منذ 10 سنين 15 سنه ولا واحد رفع الاجور ولا واحد رفع كذا ولا رفع الحد الادنى للاجور واحد ما طالبني باش نرفع الحد أدنى رفعته لألفين عشرين ألف دينار دينار <applause>